لينا المشكل التفاصيل شنو وقع الى اخره، من حقك اخويا تهضر على حقك، لان حنا ماشي في بلاد سيبو، من حقك انك تهضر على حقك وتدافع عليه. اذا مشاهدي قناه شوف تي في، اهلا ومرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر. مبشر معكم من نواحي مدينه صدر البيضاء، بالضبط من دار معزه نواحي كازا، بالضبط من دوار 70 7 ديال العائلات اللي ولاو مهددين بالتشرد. نعرفوا الاسباب علاش. السلام عليكم اخويا. وعليكم السلام اختي. عاودينا اخويا المشكل اللي عندك. اختي المشكل اللي عندي اختي هو واحد السيد جا شرح دنا عقار في 430 متر عاري على الشياء من تيتر في 34 هكتار المسمى بالهراويه الحداويه في دوار 70. اختي جا شرا هذه الارض، هذه جا قال لك انتم ساعه ديور ساكنين في ارضي، هو كاتب ارض عاريه كتابه عدليه ومسجله محفظه. ملي لينا بالوثائق ديالنا في الدعوه الابتدائيه تحكمت لي بعدم قبول الدعوه في 4 الملفات نفس القضيه. ملي مشى لمحكمه الاستئناف دازوا في 4 الهيئات، 4 الهيئات حكموا في المحكمه الابتدائيه، وفي محكمه الاستئناف هيئه واحده اللي حكمت لي اختي في هذه الملفات. وجا اختي نفذوا عليا الافراط في 25 شهر واحد. السيد هذا باش شرى الارض، واش شرى الارض بالمنازل ديالها ولا خدا غير ذاك الارض اللي مبنيه؟ شرى اختي ارض عاريه على الشياع، شرى ارض عاريه على الشياع ما فيهاش حتى شي حاجه، حجره ما فيهاش. واخا انتم شفتوا ها اختي ها الرسم ديال الشراء هو عندي. توصلت بيه. عندي شاري 400 متر. دونك ماشي من حقه انه ما عندوش الحق يخرجنا، جا شردنا ظلما وعدوا من المنازل ديالنا اختي. شحال انتم ساكنين اختي؟ ساكنين اختي من 98. من 98 حنا ساكنين هنا اختي، ظلما وعدنا عدوانا جات كرفس علينا اختي. بغا يتكرفس علينا. بغا هو الهوايه ديالو الافراغات. راه عنده فوق، عنده اختي فوق 45 ملف في المحكمة ديال السياف الابتدائية رائجة حاليا. خلي الملفات ديالنا حنا الربعة. 45 ملف. هاد الناس اختي ما خلاو لا اخضر لا يابس في ضرب وعزة. راه ما كان عندهم والو في ضرب وعزة هاد الناس. هاد الناس الفلوس اللي عندهم من جات بعدا؟ راه مجهولة المصدر. اخويا دابا انتم سبعه العائلات باغي يخرجكم فين غتقدر تمشي؟ ما عرفت اختي ما عرفت. السيد اختي راه من تحت حسيفة مسؤول وكيجي يتعدى علينا اختي، تعدى علينا السيد. من تحت حسيفة مسؤول ديالك؟ مسؤول في المحكمة، من تحت حسيفة مسؤول. هو كيقولها لك؟ كيقولها انا عندي عليه تسريب صوتي اختي. ولكن اخويا كيف ما كان الحال ماشي من حق شي واحد انه كيف ما كان الحال، حنا راه ماشي حنا ماشي بلاد الظلم او بلاد العدوان او بلاد القانون اختي. بلاد الحق والقانون. نعم. عندك واحد الدور كتقوم به، ما نعم. عندكش ما كتقومش به. صح صح. الارض ديالو شراها من حقه ياخذها. اي بصح. السؤال اللي كيطرح الان هو علاش باغي يخرجكم انتم باين؟ الارض ديالو. كان يعني ما شاريش الارض. الارض ديالو اختي اللي شراوه حنا ما محتلينش، هو داير طرد محتل دون حق دون سند. باكيد لي بمقال يعني افتتاحي. انكم انتم ساكنين عشوائي. ماشي عشوائي. هو كيقول بانكم ساكنين عشوائي دونك خصكم تخرجوا. دار طرد محتل دون حق دون سند. ياك. بمقال افتتاحي ديال الدعوه الابتدائيه داير كيتفاجئ بانه كيلقانا دايرين برارك. واش اختي هذا برارك عنده في ارض كيتفاجئ، هو ما شاريش 2018. شاري ارض داخل في المحافظه. واش هذا برارك اختي؟ حنا ساكنين بالعقود ديالنا بشواهد عدليه بما يثبت، علاش الدعوه الابتدائيه ما صفاتوش؟ تحكمت بعدم قبول الدعوه. واش من السبب اللي حكمت لي محكمه السيناف في 4 الهيئات؟ في محكمه السيناف في كازا. السي اختي عنده اليد الطوله في الجهاز القضائي، كنقول هذه الهضره تحمل مسؤوليتها. هو كيتعنى لكم. كيتعنى بناس مسؤولين في القضاء، كيتعنى بهم. شكرا. ندوز لك اخالتي، السلام عليكم. السلام عليكم. كيف بقيتي اخالتي؟ شكرا شكرا ربي يخليك. اللي قالوا ولدي هو اللي اش غنقول لك، احنا عايشين واحد المأساة ما لا يعلم بها الا الله. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. هذا السيد جا شرح دانا 430 متر دخل بها السهم، بقى جا دعانا بغى يخرج، خاد 120 متر ديالنا خادها شويه داز لينا، قال لك نخليكم عبره لمن يرى، دخل لينا للديور تن، قال لك نخليك عبره لمن يرى. هو كيقول يا نخليكم عبره لمن يرى، وانا القاضي وانا المحامي وانا والله ما تصوروا حاجه وما بداش نهضر في شي حاجه. غتخرجوا من ديوركم باش تكونوا عبره لمن يرى. غنخرجكم عبره لمن يرى. الا بغيتوا تبقوا في المنازل ديالكم عطيوني 13 مليون اللي خاسر. تخا 13 مليون اللي خاسر. تخا هاد السيد بزاف كيقول لك انا عطيوني خمسه وزيدوني اربعه، هي 13 ولا ما عرفت شحال، ولا ما بغيتوش ديروا لي عقود كراء، ديروا لي عقود كراء. هذاك كنت تبقاو تخلصوا لي الكراء. بغيت صافي بغيت علينا بيوتنا، هذه تجيب 30 من 40، هذه الداي شوفها حتى هي جوج ديور. شحال بكم اخالتي من واحد؟ حنا سبعه الناس، سبعه الناس. العائلات. حنا داعي شي يخرجهم وشي يلاه غادي يخرجهم. العائلات من المنازل ديالنا يخرجوا. خرج ثلاثة وفين مشاو؟ وقال لكم الدار بيضاء والله صورتوا فيها حاجة. لا كان مع كازا والله لا صورتوا فيها حاجة. واخا تجريو طوالكم، إلا فتوا كازا والله لا صورتوا فيها شي حاجة. يعني هذا السيد عنده نفوذ اللي معاونين على الفقراء.
كيخرجهم كيتعدى عليهم ويظلمهم وكيدير تبييض الاموال. عنده الاولاد غالبه عليه الفلوس غالبه عليه كيدير تبييض الاموال في الفقراء. هادشي اللي بان ليا انا اختي. حسبي الله ونعم الوكيل فيه. عذبنا ومحلنا السيد. سلام اختي. اختي احنا من ساكنه الدوار 70، انا كمال لطفي. هاد المساله كنعانيو فيها شي عامين وما يزيد عليها. هاد السيد هذا كان ملاقب بمافيا العقار في دار بوعزه، راه ماشي اول حاله. راه ازيد من شي 30 حاله ولا 40 حاله كتعاني في محكمه السيناف مع هاد السيد. حنا ربحنا في الابتدائيه، تعرضنا على اربعه العائلات ولا ما يزيد عليهم الملفات ديالنا. مشينا كملينا خويا. هاد السيد هذا ملقب بمافيا العقار في دار بوعزه ومعروف في محكمه السيناف بالسمسار ديال المحكمه وكيقولوا لي بوكبوط والحاج المحكمه. لا لا داعي لا لا راحت دار بوعزه كامله كتعرفوا بلا ما داعي الاسم. وهاد الحاله اللي دار لينا وشردنا كاع الناس عارفين شنو واقع. الناس عندهم اراضي استولوا على الاراضي ديالهم، استولوا على محلات وداروا فيها روجيس كوميرس، هزوا عليهم ديون في الابناك. هاد السيد هذا كيقول لك انا القاضي انا المحامي، قال لك ولو تمشيو عند القائد الاعلى. هو ماشي هو شوف القانون داير خدمته في البلاد ما هذه غير هضره. ولكن انا وانا وانا ولكن كيستغل النفوذ ديالو، ولكن كيستغل النفوذ ديالو. سمعتيني؟ كيستغل النفوذ ديالو. كيستغل النفوذ ديالو. هاد السيد هذا كاين الناس واصلين معاه في محكمه السيناف، هما اللي معاونينه في هاد المساله هادي. واخا خويا شنو النداء اللي تبغي توجه؟ النداء اللي بغي نوجد هو كنطالب من الوالي ديال الجهه وكنطالب من القائد الاعلى الملك محمد السادس يتدخل في هذه المساله هذه. راه الاسر مشرده في الزنقه، راه حنا كنعانيو حنا والخوت ديالنا، راه داروا لنا اكتئاب، داروا لنا ضغط نفسي، راه كنعانيو معاهم هاد الناس هذو. خويا شكرا لك. اذا مشاهدي قناه شوف تيفي كما كتشوفوا يعني سبعه العائلات مهددين بالتشرد، يعني غيتم الافراغ ديالهم من المنازل ديالهم. وللاسف هادشي راه كيدير في الخاطر ملي كنشوفوا بحال هادشي هذا، انه كنشوفوا عائلات كيتشردوا كيخرجوا هما وليداتهم يعني كيوليو في لا استقراره. هاد المشكل هذا خاص يدار له حل. اذا الى هنا مشاهدي قناه شوف تيفي كنقول لكم السلام عليكم ونلقاكم ان شاء الله في بث مباشر.